الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. معاشر المؤمنين، من يعبد ربه القوي، من يعبد ربه القهار، من يعبد ربه الرحمن الرحيم، من يعبد ربه الملك العظيم، يستمد من هذه العبودية في توحيد الله عز وجل، في ربوبيته وإفراده بكل تصرف، بمطلق تدبيره في هذا الكون، ويتعبد ربه بتوحيد الألوهية بالذلة والخضوع وصرف العبادة له وحده لا شريك له، ويتعبد ربه بأسماء الله وصفاته. ومن بين هذه الأسماء ومن بين هذه الصفات صفة القوة لله القوي. ومن أراد أن يقف قليلا ليتدبر وليتأمل هذه القوة، فلينظر إلى مكانه في هذه المدينة وما حولها من المدن في هذه القارة الكبيرة، ومن عليها من الملايين من البشر، وحولها بحار، وحولها بحار، وبعدها قارات، على ظهرها ملايين الخلق في أرض متناثرة وأصقاع متباعدة، وهذه الأرض بمن عليها وما عليها وما فيها ومن فيها، ما هي إلا شيء يسير من خلق الله عز وجل. حولها كواكب، وفوق الكواكب وحولها المجرات، وفوق المجرات سماوات، وفوق السماوات الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وفوق الكرسي العرش، والرحمن على العرش استوى. السماوات السبع في الكرسي كسبع دراهم ألقيت في كرس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، والله فوق العرش استوى، يدبر الأمر، ليس له شريك ولا معين ولا ظهير، هو المتفرد بالأمر كله، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يشركون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. من يتدبر صفة القوة واسم القوة في الله عز وجل يعلم أنه يعبد ربا قويا. وقوة الله عز وجل تجعل عبده المخلوق الضعيف يتعلق بقوة خالقه وربه، ليصبح قويا في كل أحواله، وليكون حبيبا بالقوة إلى ربه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن أنت متعبد لله بالقوة، كما أنك تعبد الله بالحج والعمرة والزكاة والصيام، فإن عبودية القوة التي يحبها الله عز وجل
بل يتنافس فيها المؤمنون الأقوياء من أعظم ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل. فأولها قوة العقيدة، إيمان راسخ لا ريب فيه ولا شك، لا تزعزعه الشبهات أبدا، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، إيمان بالقرآن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين، إيمان بمن شهد الله لهم بالفضل والرضا وهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. عقيدتك في الصحابة قوية لا يزعزعها شبهات مستوردة ولا افتراءات كاذبة ولا أحاديث مختلقة ممن يريدون أن يزرعوا الفرقة والفتنة والعداوة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. القوة في الاعتقاد، أن يعلم المؤمن أن العصمة انقضت وانتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قوة الاعتقاد تحفظ المسلم من أن يعبث أحد بعقيدته، فهو على منهج أهل السنة والجماعة، فهو على إيمانه وهو على ثقته بربه، مهما تزحزحت الجبال أو تدكدكت فإن ثقته بالله لا تتبدل ولا تتغير. إيمانه بأن الله واحد لا شريك له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأول قوة يتعبد بها المسلم هي قوة اعتقاده وقوة إيمانه بالله عز وجل، ثم بعد ذلك قوة نتقرب إلى الله بها ونتعبد لله بها، كما نتعبد لله بالحج والزكاة والصيام والصلاة، ألا وهي قوة العلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إن قوة العلم وقوة الاختراع وقوة الصناعة وقوة الاكتشاف وقوة الابتكار وقوة المنافسة في ميادين البحث والعلم والمعامل والتجربة أصبحت تجعل أمماً كنا نراها من قبل في مؤخرة الأمم، باتت تنافس في منافسات واضحة جلية، حتى باتت القوى العظمى تخطب ودها لا بكثرة عددها وإنما بقوة إنتاجها المعرفي وقوة إنتاجها العلمي، وأن شبابها وأن رجالها ونساءها باتوا أعداداً وأرقاماً صعبة لا يمكن أن يتجاوزها أحد. إن عددا من المسلمين إذا عدوا لا يذكرون في مقام المنافسة ولا في مقام القوة، أولئك هم الغثاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الغثاء الذي يحسب على المسلمين ولا ينفعهم، يعد عليهم ولا يجدي بينهم شيئا، كل وعبء وحمل ثقيل على أمة الإسلام. إذا أصيب بمصيبة تداعى الناس إليه: افزعوا له، أعطوه، اسقوه، اكسوه، أعينوه. فإذا عوفي وشفي لم ينفع أمته ولا دينه ولا عقيدته. وإذا مس الإنسان ضرا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ذلك المسلم الذي لا يعد ولا يؤمه به ولا يلتفت إليه يصدق فيه قول الأول: وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. إن ديننا وإن ربنا وإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يأمرنا أن نكون أقوياء في عقيدتنا
وأن نكون أقوياء في العلم وأسبابه والنهضة وخطواتها والتحدي في ميدان العلم والتجربة والمشاهدة. فكلكم عبادة القوة في العلم، وثمة قوة في العمل ألا وهو الإتقان، ألا وهو الإبداع، ألا وهو التميز، ألا وهو التطوير. هذه عبادة في ميدان العمل من أسباب محبة الله، جالبة لرضا الله. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه. وثمة قوة هي قوة الهمة وقوة التفاؤل والنظر إلى مستقبل مشرق لكل مسلم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. إن همة المسلم في قوته، وإن قوة المسلم في همته تجعله ينظر إلى أبعد الآفاق ولا يقف حسيرا ولا كسيرا ولا ضعيفا فقيرا، بل إن الغنى في قلبه أكثر مما في البنوك من الأموال. وإن القوة في نفسه أعظم ممن يتبعهم الرجال، وإن الهمة في عقله تسابق الغدو والأصال. هذا المسلم هو العملة النادرة التي نحتاجها اليوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. كونوا أنتم ذلك الواحد من المئة، كونوا أنتم أولئك الذين قال عنهم الله عز وجل: وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. نريد من المسلم الذي يسمعنا، ونريد منه أن يجعل أولاده وأهله وأحبابه ومن له بهم صلة ومن له عليهم ولاية وقدرة، نريده أن يصنع مسلمين أقوياء بالتربية وبالمعاملة وبالعلم. ومن ثم تلكم قوة جديدة وقوة تعبدية، ألا وهي عبادة القوة في التربية والأسرة. إن المسلم حينما يرعى أسرة قوية يرعى قلوبها وعقولها كما يرعى بطونها وظهورها باللباس والطعام، يرعى أنفسها وأفئدتها كما يرعى حواسها وأخلاقها. ذلك المسلم يضيف إلى الأرض بركة ونورا وخيرا وتقى وعدلا وصلاحا. قل لي بربك وتذكر معي وتفكر أن أجيالا من المسلمين ضيعت دينها ونسيت إسلامها وجهلت لغتها، وأصبحت الفجوة والهوة بينها وبين عقيدتها بعيدة سحيقة. نعم، شغل الآباء بلقمة العيش، وما كان لأحد أن يعجز عن ساعة يبذلها في داره ليعلم أهله وزوجه عقيدته ودينه. ما بال بعض الطوائف، ما بال بعض الأجناس، ما بال بعض الشعوب، على الرغم من الغربة والعمل والسفر والرحلة، ما ضيعوا لغتهم، وما ضيعوا عاداتهم، وما ضيعوا قيمهم، وما ضيعوا تقاليدهم. فما بال بعض المسلمين ما إن يبقى أو يرحل أمتاراً معدودة أو كيلومترات محدودة عن بلاده، إلا وقد نسي لغته ونسي دينه وضيع عقيدته. بل عاد من أبناء المسلمين من ينافس ويجاري أقواماً في عاداتهم وتقاليدهم. إن الناس لا ينظرون إلى من قلدهم نظرة إعجاب واحترام، لكنهم ينظرون إلى من تميز بقوة وعلم وعمل وأمانة وقيمة وسمت وهدي، إلى ما يرفع به رأسه من بينهم. قوة التربية حذرت أجيالا، وإهمال التربية ضيعت أجيالا وأضلت جبلا كثيرا. ومن المحاسب والمسؤول؟ من الذي سوف يقف
قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. إن الذي يتعبد ربه بالحج والزكاة يجب أن يعلم أن عبوديته لله ثابتة الأجر بحديثه باللغة العربية في بيته، وتعليم أولاده هذه اللغة، والتكريس والحرص بل والعتاب على تركها أو التغافل عنها، لأن الواحد إذا ضيع لغته أوشك أو كان على خطر أن يضيع ما وراءها وما هو أخطر وأهم أيضا. ما الذي يمنعنا ونحن نعمل 8 ساعات كل يوم أن نضيف إلى العمل ساعة واحدة لنجعلها ساعة العمل مع الزوجة والولد والأهل في القرآن ولو آيات محدودة، وفي السنة ولو أحاديث معدودة، وفي اللغة ولو جملا يسيرة، حتى نلقى الله عز وجل وقد تركنا خلفنا ذرية صالحة وصدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. ألا وإن من أبواب القوة التي نتعبد لله عز وجل بها ألا وهي قوة البدن. فالمؤمن القوي في بدنه، في علمه، في ماله، في فكره، في علاقاته، في كل ما استطاع أن يجد فرصة وميدانا ومجالا للقوة أحب إلى الله عز وجل. إن قوة البدن من أعظم وأهم الأمور التي يتقرب بها المؤمن، فإذا سلم البدن من آفات تضر به وتضعفه وتنهكه وتدمر عافيته بات قويا على الطاعة، على العبادة، على الدعوة، على العمل، على الخدمة، على الإعانة، على الإغاثة، على كل عمل صالح. أما مسلم قد أنهك بدنه بشرب مسكر أو تناول مخدر أو وقوع في فاحشة، فإن هذه المعاصي تنهك همته وتضعف قوته وتدمر صحته، فلا يبقى متعبدا لله بقوته في بدنه. إن من أعظم أسباب القوة وإن من أوجه وأبواب القوة التي نتعبد لله عز وجل بها أن نكون أقوياء في المعاملة. قوتنا في المعاملة صدقنا في حديثنا، أمانتنا في معاملاتنا، صدقنا فيما ولينا، صدقنا في عهودنا، في وعودنا، في أعمالنا، في علاقاتنا. إن هذه المعاملة هي الترجمة الحقيقية للإسلام الذي ندعيه. إن البشرية اليوم في زمن السرعة والمعلومة والإعلام والتضليل لن يجد الكثير والكثير منهم وقتاً ليقرأ القرآن ليعرف الإسلام من آيات الكتاب وأحاديث السنة، لكن العالم اليوم لن يرى الإسلام إلا من خلال صورتك أنت وصوتك وعلاقاتك ومعاملاتك ومواقعك. فإذا رأى الناس مسلماً يرتاد مواقع الضلال والفساد والخنا والخمر قالوا: ما الفرق بيننا وبينه وهو يدعي دينا جديدا وكلنا في الكأس والسهر والرقص والشراب سواء. وإذا رأوا مسلما يدعي دينا ولكن الخيانة في معاملته والكذب في حديثه والغدر والفجور والإخلاف في وعده وعهده قالوا: أي دين يدعو الناس إليه وهذا فعله؟ ولو كان خيرا في دينه لرأينا أثره عليه وفي سلوكه. ما أسوأنا وما أضلنا يوم أن يكون الواحد منا سفيراً مخزياً وأنموذجاً سيئاً لإسلامه ودينه وعقيدته. وما أطيبنا وما أكرمنا وما أجملنا وما أعلى منزلتنا عند ربنا يوم أن يكون الواحد منا سفيراً حسناً متميزاً يعرض دينه، تجده إسلاماً يتحرك ويتنقل بأخلاقه، بمعاملته، بأمانته، بصدقه مع المسلمين ومع غير المسلمين. عباد الله، إن عبودية القوة من أعظم ما نتقرب به إلى الله عز وجل. ولنعلم أن العبادة ليست محصورة في المسجد والمحراب والطواف والسعي
بل إن عبودية القوة من أعظم ما ترفع به الأمم رأسها. فيا سعد أمتنا، بواحد منكم جميعا، بل منكم جميعا، والواحد منكم عن ألف مما سواه بإذن الله عز وجل، ليكون ذلك السفير وذلك الرسول وذلك الأمين وذلك الرجل الذي تسعد به الأمة، ليكون كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، إن ربك الذي على العرش استوى قوي رحمن رحيم. فاعلم أن قوتك لا تنفك عن رحمتك بخلق الله، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن البشرية اليوم تحترم القوي ولا تلتفت إلى الضعيف، تغازل القوي بكل الأساليب ولا تأبه بالضعيف. إن القوى العالمية إذا رأت قوة في العلم والتقنية وجدت شيئا عظيما في معاملتها ومغازلتها لأولئك الأقوياء بالحسنى حتى تستميل جانبهم وتكسب ودهم. أما الضعفاء فإن كثيرا من الأمم ليس لديها مانعا أن ترسل أكفالا للموتى، وأن تحفر قبورا للهلكى، وأن ترسل أدوية ربما تغيث أو لا تغيث، لكن الأقوياء لهم شأن آخر. والقوة بأيدينا أسبابها، والقوة بأيدينا وسائلها، وبين أيدينا ميادينها ومجالاتها، لكنها تحتاج مسلما يقف وقفة صادقة ليسأل نفسه: ها أنا أمضيت من العمر ما أمضيت، وقطعت من العمر ما قطعت، فماذا قدمت لنفسي في مرضاة الله؟ وماذا قدمت لولدي في التربية على دين الله؟ وماذا قدمت لأهلي وزوجي في التربية على طاعة الله؟ وماذا قدمت لديني في زمن الكل يأرز ويلتف ويدور على عقيدته، وبعض المسلمين ربما تباهى بتقليد الغرب؟ ما قيمة العمر والواحد لم يلتفت إلى طاعة الله ومرضاته؟ المرء يفرح بالحياة وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. كم شامت بي هلكت وقائل لله دره، سيقول الناس شر زال عن الحياة، لا يعرف فيشكر ولا يفقد فيذكر، لا قيمة له إن غاب أو حضر. أو سيقول الناس لله دره، فلقد كان شعلة وبركة ونورا وحلوية وعلما وبذلا وعطاء ذلك المسلم الذي تحتاجه الأمة. إن أمة الإسلام مهما أوتيت من الأموال، ومهما أوتيت من الكنوز، ومهما أوتيت من الثروات، فإن هذه جميعا لا تغني وحدها عن مسلم قوي في إيمانه، ثقته بربه عظيمة، لا ينصر ولا يدبر ولا يضلل ولا يستدرجه أحد إلى سب الصحابة أو طعن أم المؤمنين عائشة أو قذف زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعتقاد صفات الربوبية لأئمة لهم في قلوبنا المنزلة العظيمة. لكننا لا نعتقد لأحد من صفات الله شيئا، فإن الله تفرد بصفاته وأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يرفع أحد فوق منزلته إلى منزلة الله عز وجل، ولا يرفع أحد بدعوى عصمة له إلى منزلة رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثوابت العقيدة هي التي تحفظ أبناءنا وأجيالنا من الضلالات والبدع والمنكرات. فإن لم نلتفت للقوة، وإن لم نكن أثراً مباركاً في الدنيا، فإن الأرض امتلأت بكائنات عاشت دورة للحياة، بدأت كسائر الكائنات بولادة ثم كبر ثم نشأة ثم نهاية، ولم تذكر ولم تشكر ولم يعرف لها أثر أبدا. الذي له أثر ذلك الذي يعصم نفسه
ويرفع همته ولا يرمي بوجهه في السبالة والحقارة والدناءة في الكبائر. أما من زلت به قدم وأما من عاد إلى الله وتاب وآب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن غلبته من الصغائر ما غلبه، فإن الصلوات الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. حينئذ نعلم أن المسلم القوي قوي في عقيدته، قوي في سلوكه، يحفظ نفسه عن الكبائر بكل موقع آسي عن كل موقع آسل لها، يرفع نفسه قد شرح صدره بإيمانه. ذلكم الذي نرجوه، ذلكم الذي نتمنى كثرته، ذلكم الذي نبحث عنه، ذلكم الذي يحمل شعلة الخلاص لأمته. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محلٌ فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدمٌ فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلاً يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. لا تكن ممن إذا رحل عن الدنيا لم يلتفت الناس إليه بل قالوا تخفيف ورحمة، ولكن كن ذلك الذي قال فيه الأول: وميت ضج في الدنيا عليه وآخر لا تحس له نعية. إن إبراهيم كان أمة، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سألوه الأماني ظنوه يتمنى كنوزاً بقدر كنوز الأكاسرة والقياصرة، قال: أتمنى ملء هذه الدار رجالاً كأبي عبيدة عامر بن الجراح، أولئك الذين نحتاج إليهم. وليس عسيراً ولا عزيزاً ولا مستحيلاً أن يكون كل واحد من أولئك الذين يشرقون أينما حلوا بركة ونوراً. نريد أن نبعث في نفوس طالما قتلها اليأس والإحباط والقنوط روح الفعل والثقة بالله وبنصر الله وبقوة الله. وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أقوياء في عقيدتنا فلا نرتد عن دينك. اللهم اجعلنا أقوياء في ثباتنا على منهج أهل السنة والجماعة، فلا يبلغ أحد منا خرافة في سب الصحابة أو التشكيك في القرآن أو الكيل والطعن في أمهات المؤمنين. اللهم اجعلنا أقوياء في علمنا لنكون بركة في حياتنا ومجتمعاتنا. اللهم اجعلنا أقوياء في تربيتنا لأبنائنا وأزواجنا. اللهم اجعلنا أقوياء في أبداننا قوة نتقوى بها على طاعتك وعبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، من كل ذنب يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويزيدكم قوة إلى قوتكم.